انا ما بفهمكش يا يحيى، كل ما احس اني عرفتك طلع لي حته جديده كده فيك انا ما اعرفهاش، يعني ولعت في المخزن في نفس الوقت تلحق اللي جواه. ده اخويا يا رودي، هموت اخويا بايدي. اخوك منين؟ انت عمرك قعدت معاه؟ هو الاخ ده اللي هو في البطاقه يعني؟ انا يمكن ما عنديش اخوات، بس اللي اعرفه عن اخواتي ان هم مش كده خالص. انا كمان ما عنديش اخوات، بس اللي اعرفه ان الاخ ده اللي معاه سرك، بيقف جنبك، اسمه كل حاجه مع بعض، اللقمه والهدمه والفلوس، بيبقى بينكم ذكريات حلوه وذكريات وحشه. تعالي هو ده الاخ. بس مين قالك ان صالح مش كده؟ مش كده ازاي؟ انت هتجنني؟ انت عمرك شفته؟ عمرك قعدت معاه؟ يعرف عنك حاجه؟ تعرف عنه حاجه؟ الصراحه لا، بس اللي اعرفه ان صالح ده ابن زين اللي على الحجر، الزين بس، كل العيله بتحبه، عيل نضيف ملوش في الوساخه. تالي صالح ده لو كان اتربى معاه من واحنا صغيرين كان زمانه بقى اقرب اخواتي ليا. واد زي ده ما يستاهلش الموت ده يا رودي، حرام يدفع ثمن غلطه ما غلطهاش. مش بقول لك انت غريب؟ مش بيقولوا ما غريبه الا الشيطان، اعتبريني الشيطان. لا يا يحيى انت مش وحش، بالعكس. عارف زين العطار لو كان عايش كان زمانه ندم انه ما خلاكش تعيش في وسط اخواتك. زين ما بيندمش على حاجه، زين ما بيعملش حاجه غير وهو عامل حسابها كويس قوي، مره واتنين والف كمان. ده ايه الثقه دي؟ عرفت منين انت زين العطار عشان تبقى بتتكلم عنه كده؟ اعرفه كويس قوي، انا يمكن اكتر حد من اهلي اعرفه. ازاي بقى وانت ما قابلتوش غير مره واحده؟ عرفوا من الحاجات اللي كان سايبها في بيتنا قبل ما يمشي، الجوابات اللي كان بيبعتها لاخواته من البلد، الجوابات اللي كان بيرد فيها على اخواته بس ما كانش بيبعتها، الكتب اللي كان بيقراها. انت عارفه انا حافظ كل سطر في الكتب دي كاني كنت بدور عليه فيهم. والله كنت اوقات بلاقيه. مجنون صح؟ بالعكس، بس اول مره اخد بالي انك بتحبه قوي كده. انا كان نفسي احبه، انا اديت له 100 عذر، مفيش ولا واحد فيهم طفى النار اللي امي بتقيدها جواها من وانا في اللفه. يلا الله يجازيه بقى، هو اعلم بنيته. طب بقول لك ايه، تيجي نغير السيره دي. تحب نتكلم في ايه؟ فينا يعني، عاوز مني ايه؟ مش عايز حاجه. تسألي السؤال ده ليه؟ عشان بقيت تكلمني كتير، عايز تشوفني على طول، لا تكون بتحبني وانا معرفش. ما تقلقيش، انا ما عنديش وقت احب يا رودي. انا اقلق ليه؟ انت المفروض تقلق على فكره. انت متاكده ان محدش هيأذيني؟ ايوه طبعا انا وعدتك ما تقلقش. ما نشوف. استنى استنى. ايه في ايه؟ مش عارفه، في حاجه غريبه، مش عارفه مغيروا الحراسه ولا ايه، في ناس كتير قوي من البلد. طب استنى، انا قلبي مش مطمن. انت قلتي لاخوك اسمه ايه؟ زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه يا كابتن؟ طيب. امال زكريا بيه العطار موجود؟ ما عندناش حد من الجسم ده، ده قصر عبد الله بيه العطار الكبير. طيب، وابقى سلم لي عليه وقول له يعني ان انا وحشني كتير يعني. سلام عليكم، ابقى عدي عليه وقت تاني. سلام عليكم. ايه؟ يلا بينا نمشي من هنا بسرعه. نمشي فين؟ ايه اللي حصل؟ اخوكي مش جوه، في حاجه غلط بتحصل، انا مش مطمن. يلا. يعني اخويا مش جوه؟ امال مين اللي جوه يعني؟ استني، بقول لك واحد اسمه عبد الله العطار بيقول ان هو الكبير هنا وان هو صاحب القصر ده. انت شكلك هتسوحينا وتودينا في داهيه، الراجل ده معاه بندقيه. يلا نمشي من هنا بسرعه. يلا. هي دي عاد قط الشملول. شفت؟ اديني دخلتك قط الكبير يا عبد الله. ما بيجيش فيه كبير غير يا غزال، وانا دلوقتي ما اسميش عبد الله، انا كبير عيلة العطارين. صح الكلام يا كبير، بس كرسي الكبير يلزم ناس حواليه يمسكوه لا يقع. ما تخليك دغري يا غزال. انا عمري ما كنت دغري زي دلوقتي، الجبل علمني
إنه مفيش أسهل من إنك تدخل عش الدبابير وتقتل دبور. الصعب اللي هيعملوه الدبابير بعد كده وإنت بقيت في العش، يبقى لازمان في حد يحميك، مش هتستحمل زن الدبابير لوحدك. عايز إيه يا غزال؟ إنت بقيت كبير العيلة وكبير عيلة العطارين، مش كبير على القصر بس، لا ده كبير على الشركات وعلى التجارة، والتجارة يلزمها اللي يحميها، والرجالة موجودة، الفلوس هتبقى موجودة. انت ما بتشبعش يا غزال؟ الفلوس اللي خدتها منك اديتها للرجالة اللي ماتوا، انما الرجالة اللي عايشة لسه ما اخدوش حاجة. وانا زي ما انت عارف شبعت خلاص، الرجالة بس اللي لسه ما كلوش اصلا وجعانين، والجبل بيجوع، هياكلونا. ماشي يا غزال، عموما انا وعدتك هتبقى الراجل بتاعي واني كد كلمتي، وانت ورجالتك ما يهملكمش تجوعوا. المهم دلوك عايزك تشوف لي زكريا فين، عايز اشوف الذل في عينيه وهو شايفني قاعد على كرسي ابوه. هيحصل، وبعدها نخلص منه ونخلص من كل الدبابير. خير يا ست اللو؟ سمعت ان حضرتك عايزني. اه يا يوسف. اه انا قريت تقرير العمليه. للاسف احنا ما خسرناش بس القبض على شعلة السلاح، لا خسرنا ناس مننا. انا عارف ان احنا اشتغلنا شغل كان صعب جدا، لكن الظاهر ان هم اشتغلوا اكتر مننا شويه، عشان كده انا بطلب منك واعتبر ان ده امر يا يوسف. خد اجازه اسبوع، ارتاح شويه، وبعد كده نرجع ونفكر نشوف هنعمل ايه. اجازتي يا باشا اللي انت عايز ناخدها. انت عارف اللي مات ده يبقى مين؟ اللي مات ده يبقى اكرم سعادتك، اخويا، اخويا اللي اتقتل جنبي وكنت ممكن اروح مكانه، وانا لا اهدى ولا هرتاح غير لما زكريا العطار ده يدفع ثمن موت اكرم. جرى ايه يا حضره الضابط؟ ما تنساش ان احنا في دوله القانون، ما تخليش الدافع الشخصي بتاعك يخليك تتأثر بكسر القانون. ولا اضطر اكون اسف، ابعدك عن القضية. يوسف، يستحسن ان انت تاخد اجازة وارجع ارتاح، تقعد تفكر، ولما نرجع نشتغل يا اخي نعرف الغلطة بتاعتنا فين بالظبط، نعرف مكان السلاح، المباحث بتاعتنا تشتغل، وتعرف مكان زكريا العطار فين. البقاء لله في أكرم. والله يا سلمى أنا ماليش ذنب في اللي بيحصل ده،